اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم صالون العربي. في هذه الحلقه سوف نتطرق الى ثقافه بعيده بعيده جدا عن منطقتنا نادر ما يتم تسليط الضوء عليها الثقافه في شرق اسيا. ثقافة اليابانيه مع اشخاص متخصصين محبين لهذه الثقافه متعمقين فيها سوف نتكلم عن سبب نهضة اليابان سوف نتكلم كيف أن اليابان الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تعتبر الثقافة مرفد من روافد اقتصادها مرفد من يعني أساسي لقوتها الناعمة كيف استخدمت المانجا مثلا لتليين العقول واستعطاف شعوب العالم للتغرب من اليابان سوف يكون معنا ضيفنا الفاضل المتخصص او المحب او الباحث في في الثقافه اليابانيه الاستاذ سعد الهاجري حياك الله استاذ سعد. الله يحييك استاذ بدر وانا سعيد جدا بتواجدي اليوم معكم. الله يسلمك لنا الشرف، كذلك سيكون معنا استاذنا الدكتور الفاضل الدكتور اللي درس الماجستير والدكتوراه في في اليابان في الاقتصاد في الاقتصاد فراح يكون مفيد مفيد جدا لنا الدكتور ابراهيم احمد الحليل حياك الله دكتور نتشرف فيك وشكرا لهذا لقبول الدعوه الله يحييكم وانا شاكر لكم لهذه الاستضافه الطيبه ويعني مستعد للحديث في الموضوع اللي قريب لقلبي جدا اللي هو اليابان ما شاء الله مبين نبره الحب في في صوتك بالبدايه بالبدايه استاذ سعد ممكن نتكلم عن يعني بدايه الدخول او معرفه محاوله فهم اي ثقافه لابد من الدخول صحيح لها عن طريق لغتها صحيح ممكن تتكلم لنا عن اللغه اليابانيه اللغه اليابانيه هي معرفه الشعب نفسه هو ينعكس سبحان الله على اللغه كذلك يعني نفسنا احنا كعرب اللغة العربية فيها بعض من مزايانا وخصائصنا، أيضاً اللغة اليابانية فيها من خصائص الشعب نفسه. فعندهم من ناحية تبسيط الأمور مثلاً عندهم ثقافة الكانجي مثلاً، مو موجودة عندنا بالعرب بالعربي يعني وعندهم الكانجي كصورة، ياخذون ممكن كصورة ك يعني احنا بعض الناس يقولون أنها حرف، أنا أقدر أقول أنها هي صورة أكثر ما هي حرف، لأنها تمثل ممكن تمثل كلمة واحدة. مو فقط حرف واحد وهم احيانا ينظرون الى الشيء انه ممكن يكون مبسط هذا اللي خلاهم يندرجون تندرج تحتها بعض القوانين عندهم انها تكون واضحه انهم اللغه انعكست عليهم ان لغتهم تصل الى المعنى او يحبون ياخذون المعنى كصوره واضحه الصوره دائما تكون اوضح من الكلام فنجد ان بعض الكلمات عندهم اللي هي الحروف الكانجي عندهم مثلا يستخدمونها كثير في ادبهم في كتبهم في حتى اللافتات عندهم في الشارع لايصال دقه المعلومه لان يوصلون لك الصوره اكثر ما يوصلون لك اللفظ نفسه. فانا اعتقد ان الثقافه اليابانيه كلغه اللغه اليابانيه تحتوي على كثير من الثقافه اليابانيه من ناحيه توصيل المعلومه من ناحيه التبسيط تجد ان فيها اغلب يعني الكلمات ان تكتب كما تلفظ لانهم دائما يحتاجون شيء توضيح أدبياتهم أيضا تتكلم عن القصص اللي موجودة عندها، الأساطير الموجودة عندهم، تعكس طريقة العقلية اليابانية شلون طريقة يفكرون. موضوع اللغة طبعا ما شاء الله بحر يعني فاحنا إذا بنتعلم ثقافة تفكير الشعب نفسه، إذا بندخل وجدان الشخص أو وجدان هذا الشعب لازم أعتقد أن احنا نوصل إلى اللغة حتى لو ما أتقناها بس ممكن أن نفهم بعض الأساسيات اللغة عشان نفهم طريقة أساسيات تفكير الفرد نفسه الياباني مفتاح مفتاح فهم الثقافة اليابانية هي جانب كبير يكون اللغة يكون اللغه إيه صحيح دكتور يمكن الرموز اليابانية أو رموز الكانجي اللي تفضل فيها الأستاذ سعد أن يعني عددها كبير جدا جداً. جدا يوصل إلى 13 ألف ونص يمكن صحيح أه هذه الرموز ان الطفل في في ابتدائي لابد أن يحفظ 500 506 رموز على اساس انه يتخرج من الابتدائي هذه ما ما تشكل يعني جزء من من تطور العقل للفرد الياباني خصوصا ان حسب ما اعرف ان اللغه اليابانيه هي اللغه الوحيده التي تستخدم شقين العقل عند قراءتها بسبب ان فيها صور كذلك فيها احرف عاديه فهذا هذا كله ما يشكل ثقافه او يشكل يعني فهم عقل جمعي للمجتمع الياباني بالطبع اكيد الكانجي هو شيء مهم ويستخدمونه بشكل يومي فراح ياثر على عقليه الشعب الياباني وفي جانب وايد مهم يعني استاذ سعد ذكر الدقه انا راح ايضا اضيف الى الدقه اللي هو السرعه فانت لما يعني مخهم شلون يفكر لما يشوف الكانجيات ما يقراها ما الصوت ما يطلع مخه لما يقرا الكانجي يفهم المعنى كامل لان هي صوره واحده حتى لو تركب الصور مع بعض لان اغلب الكلمات تتكون من كانجيتين اللي هم يعني صورتين يم بعض فيفهمها على طول فهذه تسرع اتوقع انها تسرع الحياه عندهم الامانه يعني انا عشان اكون صريح معك ما درست مثلا علم نفس ولا شلون هم يفكرون من تجربتي يعني فانا ملاحظ ان اتوقع جزء من الدقه من اليابانيين وايضا من السرعه وايضا من خلينا نقول تسهيل الامور ان هم متعودين على شيء اسمه كانجي شيء تشوفه تفهمه بلحظه وايضا دقيق يوصل لك المعلومه بالضبط اللي اللي الصوره هذه يعني تبي تشرحها ف بالطبع هذا شيء يميزهم ويخليهم يعني ديره مختلفه جدا عن الديره الثانيه بسبب يعني جزء رئيسي من هذا الاختلاف وهو صحيح اللغه هي. استاذ سعد بحكم يعني زيارتك ما شاء الله وصلت اكثر من 20 مره لليابان او كم عددها والله وقفت احسب وقفت احسب <applause> ما شاء الله عدد الزيارات يعني اكثر مني اتوقع لو تحسبهم <applause> شنو العادات والتقاليد اللي تشتر فيها اليابان؟ وشنو العادات اللي تشوف انه يعني مقاربه لنا او العادات اللي مثلا ما ما نقدر نستحملها مثلا العادات المقاربه لنا كثيره طبعا يعني اهم اهم شيء عندهم الادبيات احنا عندنا ثقافتنا تحتوي على شغلتين يعني تميز ثقافتنا احنا كشعب ان عندنا مفهومين او مصدرين للثقافة عندنا، عندنا المسألة ان احنا عرب وكلغة عربية وعندنا الدين الاسلامي دخل ايضا في ثقافتنا فامتزجوا مع بعض طلع عندنا صورة نمطية. باليابان احنا احيانا نجد عندهم اشياء اسلامية بالجانب الاسلامي متشابهة عندنا بالقيم والمبادئ الاسلامية مثلا من ناحية الطعام مثلا يعني شغلات بسيطه يعني حتى لو اختلفت المسميات يعني احنا عندنا قبل لا نبدي مثلا الطعام نسمي بسم الله هم عندهم نفس الشيء عندهم موس صحيح اختلفت الالفاظ لكن هم العاده نفسها او الطبع نفسه ان هم راح دائما اقول الياباني سهل جدا انه يتقبل الثقافه الاسلاميه العربيه لان عنده شيء مشابه للشيء هذا فايضا نفس الشيء لما ننتهي من وجبه الطعام عندهم الحمد لله يعني اذا احنا ترجمناها بطريقه صحيحه يعني طبعا مختلفه لكن عندهم لفظ بعد انتهاء الطعام هذا شيء ما نلقاه عند الغرب فهو الياباني كمفهوم عقلي يعني لما يشوفك انت كعربي ومسلم تقول بسم الله قبل الوجبه والحمد لله بعد الوجبه عقل الباطن هو يفهم هذا التفكير فيتقبله ايضا انا تكلمت بعد من قبل عن مساله الوضوء مثلا العادات مثل ما ذكرت حضرتك ان شنو العادات المشابهه احنا عندنا يعني قبل الصلاه مفهوم الصلاة ككل أو التعبد أو الدخول إلى المسجد عندنا مسألة الوضوء اليابانيين عندهم نوع من الوضوء أيضا لكن مختلف طبعا لكن مفهوم الوضوء موجود أنهم يغسلون إيدهم اليمين واليسار يتمضمضون بالفم بالماء قبل الدخول إلى العبادة فأنت لما تسافر اليابان كشعب ياباني وتقول له أنا أبي أتوضى لأني أبي أصلي فمسألة التطهر عند هذه هو واضحة وفاهم مسألة التطهر يفهم مسألة احتياجك للماء تطهر جسدي يتحول إلى نفسي بعدين فيتقبل هذه الفكره، فهذه المسأله ما تعاني من السياح مثلا او الدارسين او اي احد ساكن باليابان ما راح يتصادم مع الشعب بمفهومه، مفهوم بالعكس هم الياباني كل ما تعرف علينا اكثر كل ما بديت اكتشف أنه هم يكتشفون ان احنا اقرب لهم، احنا نقول اليابانيين شنو شنو مث... الياباني شنو قريب من عندنا؟ الياباني بدا يكتشف ان العربي قريب من عنده، المسلم قريب من عنده، قبل ما احنا نبدا نكتشف ان الياباني قريب، ايضا عندهم مسأله الزواج، تقديس العائله، السكن مع اهل الزوج في اشياء متشابهه عندنا اهتمامهم بالاعياد ارتباطات العائليه انا اشوف انها جدا مقاربه اذا ما كان طبعا ما نقول تطابق لكن المفهوم من عندهم يعني يسمح لهم ان يفهمون عاداتنا وتقاليدنا بالنسبه لهم بالنسبه لنا احنا نشعر باريحيه اكثر اذا سافرت اليابان اقدر امارس طقوسي اللي هي الاسلاميه او عاداتي العربيه او ايا كان عباداتي في نوع اريحيه اكثر من الفكر الغربي مقابلنا احنا. فانا اشعر ان العادات اليابانيه قريبه من عندنا من ناحيه النظافه، امور يعني صراحه تفاصيل كثيره انه نحن نتطرق لها، لكن اعتقد اللي مسافر اليابان حتى لو كانت رحله واحده راح يكتشف بعض المفاهيم اللي راح يستغرب خاصه اذا كان مسافر دول غربيه راح يشوف في التشابه بيننا وبينهم يعني اذا ما وصل احيانا الى التطابق يعني. عجيب، اذا الثقافه اليابانيه رغم بعدها عنا هي اقرب لنا. هي اقرب لنا. م طيب هذا يقودنا دكتور إلى سؤال افتراضي فلنفترض أن كان هناك شخص يعني متوسط الشخصية العربية أو متوسط الثقافة لا. العربية في, في, في شخص معين كذلك شخص آخر غربي وآخر ياباني تعتقد من الأقرب لمن؟ سؤال افتراضي صراحة يعني يعني هل الغربي أقرب الياباني أم العربي هو الأقرب؟ أنا من تجربتي طبعا الفتره اللي عشت فيها في اليابان ثمان سنوات الدكتور تقريبا سبع سنوات ونص ثمان سنوات, سنوات شخصيا انا ارتحت جدا ويعني ما حاشني مثلا انه والله اكتئاب مثلا الغربه ولا هذه كلها واتوقع جزء من السبب انه فعلا الثقافه اليابانيه قريبه حقنا واتوقع ايضا لسؤالك الافتراضي ان الشخص الياباني والشخص العربي اقرب الى بعض من الشخص الغربي ويعني ما شاء الله استاذ سعد غطى كل شيء فالأسباب <applause> هو اللي ما غطى ما غطى الجانب الاقتصادي الحين مثلا او الاداري مثلا اذا كان طبع الانسان الياباني مقارب للطبع نعم. العربي فمن البديهي ان تكون يكون طرق الاداره اليابانيه مناسبه اكثر م. للمجتمع العربي بحكم تشابه الطباع لان نجحت في هذا المكان فاكيد انه في مكان بينما نشوف ان اغلب نظمنا الاداريه والاقتصاديه عموما يعني تاخذ القدوه الغربيه صحيح صحيح هل تعتقد انه لو ناخذ القدوه اليابانيه او الشرقيه عموما يعني تكون اكثر قابليه للنجاح لان الانسان اقرب من من الاخر هي راح تفيدنا بالتعامل أه يعني اذا في علاقات كثيره من الناحيه الاداريه او الاقتصاديه بين الدولتين اكيد راح تفيدنا بالتعامل معاهم بس يعني انت تبي تاخذها مثلا كدوله الكويت او اي دوله عربيه أه هي تمشي لها نظامها يعني أه فهذه شغلات فقط تفيدك في التعامل فانا حاليا اشوف الامانه كجانب اداري ممكن هذه نقطه شويه مختلفه بين خلينا نقول اليابان وانا صراحه يعني تجربتي لدوله الكويت فما اعرف الدول العربيه الثانيه فهم شويه عندهم ناخذ الكويت كمثال لل... ناخذ الكويت العربيه ناخذ الكويت كمثال ناخذ الكويت كمثال. باليابان عندهم شويه يعني خلينا ناخذ العمل مثلا م. في عندهم يعني ما راح اسميه حب للعمل بس خلينا نقول شعور بالمسؤوليه او الدوله كلها يعني هم يمشون في نظام واحد ولازم انا ما اميز نفسي عن الغير هذه شغله موجوده بالثقافه اليابانيه انت لما تحاول انك تطلع من النظام راح تعزل مثلا من احد الاشياء اه عزل اجتماعي بمعنى خلينا اعطيك مثال اه بالكويت مثلا او اي دوله ثانيه تبي تغير شغلك هذا شيء طبيعي والله انا لقيت وظيفه احسن اه وظيفه تناسبني اكثر تقدر اه بكل سهاله ان انت تروح الوظيفه الثانيه ولكن في اليابان لما انت تشتغل بشركه انت خلاص يعني مسؤوليه مسؤوليتك لشركة طول حياتك واذا انت قررت في يوم انك تطلع من الشركه هذه راح تحوشك مشكله ان ما حد يبي يوظفك السبب ان الشركات الثانيه تشوفك ان انت خنت الشركه اللي وظفتك من الاساس لما كنت انت طالب وهم عندهم ايضا مفهوم ان انت اول ما تخرج تتوظف على طول وشويه الدوله النظاميه وايد فانت يعني جبت موضوع النظام صراحه يعني الموضوع مختلف هذا عن الدول العربية أنا أشوفها صراحة فيعني حتى الطالب لما يوصل خلينا نقول السنة الرابعة في الجامعة يبتدي يدور شغل والشغل دوره بفترة معينة أشهر معينة ثلاثة أشهر عندك وفي طريقة تقديم وإذا ما قبلت تنطر السنة الجاية فهذه شغلات يعني مختلفة جدا خلينا نقول نظام حيل خلينا نقول يعني هم منظمين بشكل كبير جدا لدرجه ان انا اشوفها شويه ممكن تي عكسيه او شويه مبالغ فيها ممكن هذا الشيء ما يصلح حق الدول العربيه فالشركه هذه اللي هي انتهيت عندها وانت جديد وهم يعتبرون انهم خلينا نقول اعطوك الامكانيات وجهزوك وعلموك لان انت هم عندهم مفهوم ان انت تقدر تشتغل باي شركه مو لازم نفس تخصصك فهم يهيئونك ياخذونك ان انت انسان فرش وانا بهيئك عشان انت تشتغل بشركتي جميل. جميل. لما تي وتغير شو يصير؟ خلاص يصير أيه. في شركات ثانيه بالضبط شكرا لك دكتور على هذه المعلومه الجميله مشاهدينا الكرام في 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 حديثنا عن التقارب بين الثقافه العربيه والثقافه اليابانيه نخرج لمشاهده هذا التقرير ثم نعود اليكم لاكمال حديثنا عن الثقافه اليابانيه من جانب اخر الترجمه اليابانيه هي عمليه تحويل النصوص من اللغه الاصليه الى اللغه اليابانيه تعتبر اللغه اليابانيه لغه فريده ذات نظام كتابه مختلف عن العديد من اللغات الاخرى تتميز الترجمه اليابانيه بالتركيز على الدقه والاحتفاظ بمعاني النص الاصلي باكبر قدر ممكن تعتمد عمليه الترجمه اليابانيه على مجموعه من القواعد النحويه والتركيبيه المميزه للغه اليابانيه تشمل بعض هذه القواعد استخدام انماط الكانجي الحروف الصينيه والهيراغانا والكاتاكانا الحروف اليابانيه وتحديد الجمل الرئيسيه والفقرات واستخدام الكلمات المناسبه والتعابير الثقافيه الصحيحه اهلا وسهلا بعودتكم اعزائي المشاهدين في الثقافه اليابانيه هناك جوانب اكثر مرونه او اكثر قابليه للتعامل مع الثقافات الاخرى مع المحافظه على ثقافتهم نلاحظ ان اليابان من من اوائل الدول الاسيويه اللي استطاعت انها تتماشى مع, مع الثقافة الغربية في نفس الوقت لا زالت الثقافة اليابانية من اكثر الثقافات المحافظة على ثقافتها. هذا سؤالنا الى الاستاذ سعد كيف استطاع اليابانيين ان يحافظوا على الجانبين؟ الجانب الهوية اللي تبعهم شلون حافظوا عليها؟ كيف استطاعوا ان يعني يتماشوا مع الثقافة الغربية في نفس الوقت استطاعوا المحافظه على على ثقافتهم. انا اعتقد انهم ما تماشوا معاها كثر ما هم تقبلوها اساسا انها مفروضه عليهم. جميل. يعني ان احيانا نحن نتقبل اشياء مو قناعتنا فيها لكنها لانها فرضت علينا. ففي امور كثيره في اليابان من ناحيه الادارات مثل ما ذكر الدكتور ان بعض الادارات يعني اخذت طابع الغربي في العمل او يمكن زادوا اليابانيين زياده شوي لان طبيعتهم نفس ما احنا ذكرنا اللي هي التفاصيل اكثر. فزادوا لما اخذوا النموذج الغربي طبقوا عندهم احيانا يكون اقسى من النموذج الغربي الاصلي. فهني وقعوا في المشكله اساسا ان لما يطبقون شيء يطبقونه بزياده على اللزوم، يمكن نحن نفهم مفهوم الكايزن عندهم اللي هو التحسين المستمر. انهم لما اخذوا الثقافه الغربيه اساسا ايضا ضافوا لها مبدا الكايزن، مبدا الكايزن يعني معناته شيء زياده، يعني معناته ساعات عمل زياده، معناته دقه زياده، معناته تفاصيل زياده، معناته جوده اكثر. فهذا يثقل الكاهن الياباني نفسه هل هو تقبل هذا الشيء هل هو يعني مقتنع بهذا الشيء مو مقتنع اليابانيين كثار ما يحسون ان هذه قناعه كثر ما هي فرضت عليهم نقدر نقول ان الاسلوب الغربي على اليابان طبعا درج هذا تحته اشياء كثيره مثل كثار يقولون مثلا اليابانيين متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم بس لما تنظر الى الجيل الحالي ما تشوفهم لابسين كيمونو مثلا شيء اللي خلاهم يتغيرون والمفهوم الغربي اللي صار طبيعة العمل الشركات اللي يمارسونها ما, ما يقدرون يلبسون كيمونو مثلا ويتمارسون عملهم، فتغير هذا الشيء، لكن هم من داخلهم في اشياء يعني مو متقبلينها غربي خاصه مساله يعني احيانا بالاجتماعات مع اصدقاء اليابانيين او مف الناس اللي يقابلهم في اليابان مساله التغرب من اجل العمل اللي صارت انتقلت لهم من برا انهم كثار من برا طوكيو يسافرون من القرى م. الى الى طوكيو للعمل، فيبقى بالقرى من؟ الكبار السن. فتصير القرية عجوز أساسا يسمونها القرية العجوز لأن ما فيها شباب شباب راحوا وين العاصمة على ما يخلصون ويتقاعدون يردون وين القرية فيردون كبار بالعمر فهذه أساسا ما يصير في تطوير للقرى هذه مو عادات يابانية هذه ثقافة غربية من ناحية ثقافة العمل فلكن هم تقبلوها لكن هم عندهم مفهوم اللي اللي اقدر اجاوب على السؤال اللي هو مفهوم الاصاله هم عندهم ان اصلي ياباني انا عندي مفهوم ياباني عندي عقيده يابانيه فانا حبي لارض اليابان فهذا هو اللي يخليهم يتمسكون في نقدر نقول الركائز اليابانيه اساسيات المفهوم الشعب او العنصر الياباني نفسه هذا اللي يخلي عندهم مثلا بعض الامور ما تنتشر مثلا نفس مثلا حملات التنصير عندهم اللي صارت بعد الحرب ما انتشرت مع ان يعني الغرب اشتغل على هذا الموضوع لأن اقل نسبه النصارى في مثلا في اليابان اقل من واحد 1%، مساله الدعوه للاسلام في اليابان المسلمين اقل من واحد بالمائة قليلين جدا، شو اللي خلاهم؟ انهم عندهم اساسيات في اليابان، العنصر الياباني انا اتمسك فيه كوني ياباني ممكن تحطني بمنظومه غربيه وراح اشتغل احسن من الغربي بس راح الياباني ياباني. ممكن تفرض علي قانون غربي، تفرض علي نمطيه سلوكيه او عمليه في الغربي لكني في اصلي راح اظل انا الشيء او العنصر الياباني، هذا اللي تشعره لما تسافر اليابان تحس انهم يابانيين بس المفهوم الغربي منتشر بينهم كعمل وكساعات عمل وكعيشه يعني كاشخاص يسافرون يسكنون لحالهم بعيد عن العائله، هذا كله نظام غربي، لكن في مفهومه هو الشخصي لما تدخل داخله تلقى العنصر الياباني موجود في داخله. في في شغله غريبه صراحه حق منظور اليابانيين او طريقه تعاملهم مع ال... خلينا نقول الثقافه الغربيه، الثقافه الجديده عليهم. يتقبلونها بس بنفس الوقت هي بعيده عنهم. شيء صعب اني اشرحه بس راح اعطيك امثله مثلا هم يحتفلون بكل الاحتفالات العالميه. كريسمس يحتفل فيه شنو؟ راس السنه راس السنه يحتفلون فيه، لوين يحتفلون فيه، فهو ياخذ الفكره تعجبه ممكن يطبقها عنده بطريقه جديدة هذه شغلة أنا حيل استغربت منها لما كنت في اليابان نفس مسألة نفس ما ذكرت أنت مثلا احتفالاتهم مثلا براس السنة بضل. او الكريسماس مثلا الموجود عندهم صحيح يعني صنفت طوكيو كاكثر مدينه احتفالا بالاضواء في العالم، يعني هي مو ما لها علاقه في الكريسماس ولا راس السنه ما يعتبر راس السنة مثلا ياباني او شيء، لكن تصرف عليه الحكومه وكدوله يحتفلون فيه صحيح. اكثر من الغرب نفسهم صحيح, صحيح. مفهومه، الهالوين عندهم صار شيء احتفاليه يعني متميزه والناس صاروا يسافرون لليابان اساسا عشان عندهم هالوين مع انهم كعقيده ما يؤمنون فيه لكن يشوفونه كاحتفاليه، فانا دائما اقول لك هم ممكن ياخذون الشيء الغربي ويصيرون افضل ناس موجودين فيه، لكن في عنصره نفسه الياباني تجده من داخل بالضبط. وهو ياباني. ازيد على كلام استاذ سعد، المواضيع هذه يحتفلون فيها بس ما تاثر على شخصيته نهائيا. صحيح. ما ما تاثر على يعني مفهومة كياباني. مفهومة, أي مفهومه كياباني. هذا ستيل موجود ويعني يعتز فيه بس شيء غريب يعني عندهم مثلا المدينه الامريكيه المدينه الكوريه وفيها الاكل في مدينه ايضا انا في المدينه العربيه والاسلاميه تقدر تحصل فيها اكل حلال وكذي فنظره جديده شوي غريبه ان احسهم متماشين مع الكل ومحتفظين بهويتهم بنفس الوقت هذا شفته انا بارض الواقع وتقريبا اجابه على السؤال اللي انت قلته بالبدايه واتوقع هو من احد الاسرار اللي يخليهم مؤثرين بال, بال... خلينا نقول الثقافه مالتهم مؤثره لان مهما تاثروا بالغرب آه، ثقافتهم موجوده في اعمالهم وهذا شيء يميز اي اي دوله مو بس اليابان اذا هي تميزت بثقافتها واستخدمتها آه، خلينا نقول عشان الغرض مو تسويق بس مثلا عشان تطلع اعمال ادبيه ولا شغلات ادبيه فموضوع يعني ديره هي جزيره وتحس أنها تجربه جديده بالعالم من صار شيء فريد من يطلع مسمى كوكب اليابان كوكب اليابان هو طبعا في مثلا يعني المصطلح نفسه عليه بعض الملاحظات لكن دائما يقول لك المصدر ما طلع عبث هي لما بكوكب اليابان مو شرط يفهمون الناس انه مثاليه مو شرط انه كوكب اخر فاذا هو مثالي كوكب اخر يعني هو شيء مختلف تماما في عيوبه وفي مزاياه بس انه مختلف تماما عن الفكره الموجوده في هذا العولم اللي احنا نعيشه لا في موجود الياباني الفكر الموجود باليابان غير، الثقافة الموجودة باليابان تقبلهم للاشياء، خاصة يميلون احيانا لدمج الاشياء، م. بس مثلا يعني بالتاريخ نفس ما ما احنا نعرف يعني تاريخيا حتى من ناحية الاديان او اللغات دائما يكون شيء بديل عن شيء ثاني، يعني تلقى دولة مثلا دينيا كانت شيء دش فتوحات تغيرت إلى دين ثاني أو أنه غزو تحولت إلى دين ثاني، اليابان هي التجربة الوحيدة في العالم اللي كانت شنتونيه لما دشت عليها البوذيه دمجوها مع بعض، لان العقليه اليابانيه مختلفه بالتفكير. فممكن يدمجون اشياء حتى عندهم الفكر والمعتقدات اظل انا نفس ما انا نفس ما ذكرت انا ياباني كانوا مهم هم الشنتو، لما دخلت عليهم البوذيه دمجوها لكن ما زالت العقيده الشنتونيه موجوده في العقل الياباني ما تنازل عنها. لانه في اساسه من داخله عند العنصر الياباني او الجوهر الياباني كان شيء مقدس يعتقدون بعض الناس ان خساره اليابان مثلا في الحرب العالميه غيرتهم صارت غرب الشكل الخارجي غربي بس لما تتعمق بالعوائل اليابانيه او الفرد الياباني تجد ان ياباني من الداخل بشكل كبير والاساسيات الموجوده عنده ما تغيرت هذا يمكن انا اشوف أنه اكثر شيء يعني باليابان غريب ان الشكل الخارجي ممكن انه يتغير كدوله كعمل كنظام ك يعني مؤسسات لكن العنصر الياباني تجده في مكتب موجود وهو من داخله المفاهيم اللي عنده ما زالت يابانيه قبل 500 سنه ممكن يعمل عليها. ممكن صحيح لي بعد الدكتور اذا بالضبط انا اهم هذا الواقع اللي حسيت فيه يعني مثلا تكلم هو مثلا عن خلينا نقول ديانتهم عندهم مثلا الشنتوزم والبوذيزم انا راح اتكلم من تجربتي لان هذه المعلومات اللي عندي كلها من م. تجربتي فانا كنت اسالهم مثلا انت شنو ديانتك؟ فالكل بلا استثناء كان يقولوا لي انا ما عندي ديانه ولا احد يعني قال انا عندي ديانه فهذا اتوقع اللي تكلم عنه الأستاذ سعد المظهر بالمظهر يقول لك ما عندي ديانه لان مفهوم الديانه عنده غير مختلف عن مفهوم الديانه عندنا فهو قاعد ياخذ سؤالي على مفهوم الديانه اللي أنا فاهمه فهم فأهم عندهم لا هذه تقريبا عادات تقاليد أكثر مما أنها هي ديانة كثقافة أكثر كثقافة. كثقافة أكثر بالضبط وشيء مثلا نتبعه في أحد في المراسيم مثلا ولا المناسبات المعينة نفس الزواج ولا حتى مثلا إذا أحد توفى عندهم مثلا في عندهم طريقة أكيد صح يا طريقة بوذية أو طريقة بس ما يقول لك ممكن هو نفس ما ذكرت دكتور يعني هم بالممارسات نفس ما قلت مثلا احتفالات لكن انا دائما اذكر ان الياباني هو بعنصره دائما من داخل الياباني مثلا عندهم بالزيارات مثلا بعض المراسم يكون هو ما يؤمن نفس ما ذكر حضرة الدكتور انه ما يقول لك انا ما عندي دين بس لما يصير كمسار مرسوم مثلا عندهم بعض الاعياد للاطفال اولاد يقول لك لازم امر الشراين قبل التمبل لازم امر ليش؟ لان الشنتو اول ثقافته هو الياباني بعقليته ان انا شنتو قبل اكون ادمج الدينين مع بعض فعندهم ادبيا امر الشراين اول شيء بعدين اروح للتمبل يصير غير ادبي اني امر شيء دخيل <applause> نفس ما قلت لك مهما تغير الياباني وحتى لو رفض المعتقدات او شيء يظل في عقل الباطن عند العنصر الياباني اساسا اذا كان في مباني حول الاشرام عندهم ادبيا انه ما تصير اعلى منه معناته يعني تلقاه هو ما يومن لكن ادبيا عندنا هذا شيء ياباني اصيل موجود فالمبنى ما يكون لازم اعلى اذا كان البيت قريب منه او شيء فانا اعتقد حتى بالمساله ما ذكر الدكتور الزواج مثلا الزواج يتزوجون على النظام الشنتو بس لما يتوفى يدفنون على النظام البوذي لان عندهم البدايه شنو؟ مو مساله هي بدايه ياباني نهايه ما يهم شنو فهو عقليته في البدايه من داخله الركيزه اليابانيه عندك شخص كهويه يابانيه كقوميه يابانيه اساسيه عندك فرد هذا الشيء الغريب اللي وجدته انا موجود عندهم مو موجود عند الغرب الغرب مهما كان او حتى يعني بعض الـ الـ يعني مثلا الدول يذوب بالمجتمع الياباني مهما ذاب بالمجتمع وتشوفه لكن في قرارة نفسه تجد العناصر اليابانية والمفاهيم والأسس اليابانية موجودة عنده أعتقد أن هذا الشيء يعني كشخص أو كفردية يابان كفرد ياباني يستحق الواحد أن يدرس أكثر شون نغرز نستفيد منها هذا الشيء حتى احنا كعرب او كمسلمين، شلون نقدر نغرس هذه المفاهيم في الجيل الجديد، إن نخليه حتى لو يسافر برا او يعيش برا او كذا، يبقى هذه الركيزه او هذه المفاهيم او هذه الايمانيات موجوده عنده ما تتغير. اعتقد ان هذا ممكن يفتح لنا ابواب ان نطور الاجيال بطريقه التعليم، التدريس عندنا، نستفيد منهم ان احنا نغرس الاساسيات اللي ما تتغير. صناعه الغدوه يمكن؟ هو هو الامانه ترى يعني كل الكلام اللي قلناه يعني انا قاعد افكر ماني لاقي السبب ليش العادات والتقاليد هذه لما هي موجوده يعني اوكي انت تقدر تلاحظ ان هم يروحون مثلا حق الشنتو قبل المعبد البوذي مثلا بس يعني انا اعتقد ان الجيل الجديد حاليا ويعني انا لما عشت في اليابان كنت في الجامعه فشفت ممكن اللي يعني الصغار في العمر وقتها من اللي يعني حسيته منهم ان هم ما قاعد يطبقون هالشيء لان هم يؤمنون ان هذا الصح هم قاعد يطبقون هذا الشيء لان هذا هو اللي احنا طبقناه من زمان للحين قاعد نطبقه ف شنو السبب اللي يخليهم محافظين على الموضوع مع انه في تداخل بالثقافات الثانيه بس لما الحين هو قاعد يطبق الموجود يعني هل هل هذا هل السبب ان هم عندهم موضوع وهذا انا لاحظته صراحه ان انت لازم تكون مع المجتمع وان اختلفت عن المجتمع تعزل فنوعا ما هم يبون يصيرون قراب من بعض أبصير انا نفسكم اعطيك مثال بسيط روح اي مدرسه بالكويت <تصفيق> <تصفيق> ومثلا اسالهم سؤال شنو الطلبه ايش بيسوون؟ استاذ 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 صح؟ م. روح باليابان واسالهم اي سؤال ايش بيسوون الطلبه؟ ما حيتكلم ليش؟ اي واحد يتكلم هو الخسران هذا ثقافتهم كذي أه ف شيء غريب شويه بس ان هذا وانا رحت كذا مره حق مدارس ويعني رحت حتى يكون يعرف الاجابه ترى حتى لو يعرف الاجابه ومو موضوع كلهم يعرفون الاجابه بس ما حد يبي يصير هو اللي بادر ولا هو اللي يبتدي بالتغيير خلينا نقول او بالاجابه انا طبعا يعني وصلت الى نطاق شويه مختلف بس تقريبا نفس الفكره ما يبي هو اللي بادر اتوقع هذا موضوع ان المبادره اعقابها وايد كبيره ويعني ممكن يعزل ممكن يحوش تنمر او شغلات كذي ممكن اللي هو التميز او تغيير الخط اذا كانت الانتاجيه طبعاً. يعني مثلا صحيحه وهذا السبب ترى ان السيارات اليابانيه ليش تطول على ما تتغير كشكل بالضبط لان هم يعتقدون اذا الشيء زين وماشي صح ما يحتاج ان يغيره كذلك نفس ما صارت في مساله البلاي ستيشن يدت مالت البلاي أه انتجوا يعني أه افضل وأ... يعني غيروا الشكل بعدين تراجعوا خل... عشان كذي طولت اليد قالوا دام تؤدي المهمه بشكل ممتاز ليش انا اصنع التغيير عليها اذا هي تؤدي الى شيء يعني, يعني ممتاز عادة. والنتيجه تكون يد... إيه الن... النتيجه تكون يعني ممتازه فهم عشان كذي ما يغيرون بهذا بهذا الحوار <applause> الراقي الممتع عن الثقافه اليابانيه وتبادل اطراف ال... الكلام بين ضيوفي الاستاذ سعد الهاجري والاستاذ والدكتور ابراهيم الحليل نتوقف هنا قليلا ثم نعود اليكم لاكمال ومعرفه سر نهضه اليابان واسباب قيام هذه النهضه اهلا وسهلا بعودتكم اعزائي المشاهدين. اليابان عندما كان لغه العالم لغه استعمار كانت اليابان دوله تحولت اليابان من دوله معزوله الى دوله استعماريه. عندما كانت اليابان كانت لغه العالم اللي هي صناعه الانيميشن تحولت اليابان الى دوله قادره على الصناعه. اخذت أحرفها ورموزها من من الصين أخذت ثقافتها بشكل كبير من الأشياء التي نعتقد أنها يابانية في الأصل مثل الكاراتيه وغيره من ثقافات أخرى ودخلتها إلى ثقافتها ثم أعادت تصديرها هذه السيولة الثقافية عند الإنسان الياباني والمجتمع الياباني هل تعتقد أن هي سر نهضتها أستاذ سعيد؟ أنا أعتقد أن المبدأ نفسه هو عندهم مبدأ اسمه البوشيدو اعتقد اللي هو الاخلاص في العمل هذه نقطه مهمه يعني انا لما اودي عمل ودائما اقول انه هو مرتبط احيانا عندهم مفاهيم مرتبطه بالاسلام اساسا اللي هي الاخلاص في العمل من عمل عمل فليتقن هم لما يسوون عمل باختصار لازم يتقنونه حتى لو كان ينظرون له اذا شيء سخيف يعني احنا نشوف انه شيء سخيف يعني هم في انا اشوف المعجزه اليابانيه يعني حتى لما اسافر لي اقول لهم مو ناطحات سحاب احنا نقدر نسوي اعلى برج واعلى ناطحه سحاب واطول جسر لكن المبدا هي التفاصيل الصغيره في الاشياء تعطيك انطباعات كبيره، مساله مثلا التنظيم عندهم الطاوله، الطعام، الامور اساسيه، احترام الوقت، الدقه، الوقت بالنسبه لهم شيء يعني جدا مهم. حتى يعني لما التصادم يعني يمكن الدكتور يشوف الصدمه اللي لما الواحد يرجع من اليابان هي مساله الدقه يعني انا مرات يعني زملائي اصدقائي يسالوني يقولون لي لما يسافرون معي باليابان يقولون لي يعني الموعد قال لي سبع وعشر دقائق او سبع وثمان دقائق، ليش مو سبع ونص او سبع؟ ليش الدقيقة عندهم مهمة؟ طبعا هي لسببين يعني انا بعد تجربتي اشوفها، اول سبب ان هي عندهم مسألة الدقيقة هي موجودة في الساعة لان لها سبب. يعني كان صارت الساعة سبع سبع ونص، ما صارت سبع وداعش، سبع عشر سبع وثلاثة نقدر نقربها للشخص اللي رافض هذه الفكرة يقول لك لا جدا دقيقين، ليش دقيقة تفرض؟ زين انت اساسا كدينك اساسا يعتمد على الدقائق، انت صلاتك اليوم صلاه العصر لما تصليها ثلاث، باكر صلاتك ثلاث ودقيقه، لو تصلي ثلاث ما راح تنقبل صلاتك، لان فرق دقيقه. فاحنا المفروض نفهم الدقيقه اكثر منهم، احنا عندنا في الصيام مثلا اليوم اذن الاذان مثلا الساعه ستة وربع باكر يكون ست و16 دقيقه، لو افطر ستة وربع باطل صيامي. فدقيقة معي تفرق، فأنت ليش ما راضي تفهم العقلية اليابانية اللي هي مطبقة مفهوم الدقيقة هذه على جميع حياتهم، هذه نقطة مهمة، احنا عندنا موجودة هذه الأشياء بس احنا مع الزمن وكذا تغيرت فهمنا لبعض النقاط. نقطة ثانية أيضاً عند اليابانيين مهمة اللي لما يواعدك يقول لك أنا 7 و12 دقيقة، هو مو متعمد 12 دقيقة اختارها، لأن أحياناً عندهم القطارات بالدقيقة، فهو القطار يوصل 7 و12، فطبيعي يقول لك 7 و12 ما ما يقول لك سبع وربع فاحنا ما نفهم هذه الشغله ما عندنا ثقافه مثل قطارات ما عندنا وفق ثقافه مثل موعد بالدقيقه توعد واحد مثلا الساعه 7 يمرك ما راح اقول 9 بس يمرك سبع وربع مثلا ربع ساعه هذه يشوفون الياباني انا ممكن انجز فيها اشياء انت لما تاخر ربع ساعة. كلها ربع ساعه أو, أو, يوجه لك يقول لك اي او يوجه لك الكطامه الكبرى اللي اشوفها يقول لك مثلا شو عندك يعني يعني هو شايف ان وقتك اصلا فاضي هو عنده انه لو يقعد ساعه ما يفرق شيء، انا ساعه ممكن يعني اي شخص ممكن ياخذ فيها شاور، ممكن انجز فيها عمل، ممكن اودي شخص، ممكن اوصل احد من الاهل، ساعه كامله تفرق عندي في اليوم. هو يشوف انه شيء تافه وقتك، يعني شنو عندك ساعه؟ خاصة تاخرت لك ساعه، فما يقدر المساله هذه، تخيل الصدمه الثقافيه لما ينتقل اليابان، الفرد الياباني اللي يفرق معاه دقيقه مع فرد اخر عنده مرونه. التصادم اللي راح يصير مو تصادم سيء وحسن مثلا لكن هي الثقافه مختلفه فيصير عندنا شوي بعض الناس عندهم انطباع خاطئ على اليابان دقيقين زياده على اللزوم لا ما ادري شو معقدين مثلا مو تعقيد هي مع القيمه للاشياء حولك عندهم اكثر من عندنا تفاصيل الدقيقه عندهم قيمتها اكثر من تفاصيل عندنا احنا ننظر للأشياء بشكل عام نحب ننظر الشيء بشكل سطحي أكثر عطني مختصر الكلام دائما عندنا عطني الزبدة شنو هم ما يهمهم هم, هم التفاصيل هذه صحيح يبون شيء دقيق هذه من الشغلات صراحة اللي أنا عانيت فيها أنا طبعا عشت في اليابان سبع سنين ونص فأول ما رجعت شوي عانيت بامور بالامور هذه لاني تعودت على الطريقه اليابانيه على الوقت على الدقه حتى في مشاكل تواجهني للحين مثلا بالشغل من اي واحد يطلب مني شغل ما يعني هني يعطيك بشكل عام يقول لك والله ابي شغله تقريبا كذي او او يعني يعطيك اياها شويه مو بدقيقه فانا دائما اسال اخذها بالضبط بالدقه اللي هو طالبها واطبق الشيء فاتوقع ان هذا الشيء اكتسبته من غير لا احس يعني احيانا تكون مريحه اكثر تعرف شنو اللي لك وشنو اللي بالضبط عليك. بالضبط بالتفصيل ما في مساله اللي هي التكهنات لا يعني معروف منك الشغلة الفلانية تسويها بالطريقة الفلانية بالوقت الفلاني خلاص أنجزت أيه. العمل هني في مرونة أحيانا مرونة ما تكون ترى زي شيء زين مرونة بالمسألة يلا أعطيك شغل زي متى خلصة بعد ساعة بعد يومين صحيح, صحيح. بعد ثلاثة في قلق مسألة القلق إن إنجاز دل الشغل, دل دل دل. الشغل فجأة يظهر لك الشخص يقول لك ها خلصت الشغل أنت تكون فهمت منه رسالة خاطئة تصدق صح إيه رسالة خاطئة تكون تعبالك إن الموضوع مطاطي يعني يطلع لا يبين منك بنفس هذه الساعة وبنفس بنفس اليوم أنت أنه خلال هذا الأسبوع فيخلق شنو؟ تصادم، احنا كثقافتنا نفسها ما أقصد الثقافة عشان ما حد مثلا يقول أنتم تهاجمون الثقافة العربية، احنا ثقافتنا العربية الإسلامية بالعكس ممتازة، مم. احنا عندنا الثقافة اللي أنا أسميها الثقافة المشوهة اللي صارت. احنا لما ننتقد الثقافة هذه ما ننتقد الأصل. احنا بالعكس احنا ودنا نتعلم من اليابان ان نرجع لثقافتنا اكثر العربيه والاسلاميه واحترام الوقت والدقائق والوضوح، الاشياء هذه المثاليات عندنا جدا ممتازه بس يا ليت نتعلم شوي ان احنا نتمسك فيها اكثر. كلام كلام جدا جدا مفيد جدا يعني يتكلم عن الثقافه اليابانيه ومدى عمقها يعني الياباني وكانه يقول لا يقربك المظهر ترى الجوهر ياباني صح. او المحرك ياباني صح الياباني ممكن يصبغ شعره اشقر ممكن يلبس قلادة زي غربي او زي غربي او كذا لكن بالنهايه الداخل مضمونه ياباني لكن قبل أن نختم حلقتنا لابد ان يعني بما انكم ما شاء الله لكم باع طويل في 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 علاقتكم مع اليابان ممكن نتكلم عن الموضوع السياحي في يعني ومدى قابلية السيا... اليابانيين للسياح العرب وهل في نصائح معينة لل... للس... للسائح العربي لما يروح اليابان من ناحية آ... ثقافة مثلا هل هناك في ثقافات مختلفة هل هناك في ثقافة عندنا المجتمع الياباني ما يتقبلها نبدي مع دكتورنا الفاضل دكتور إبراهيم أه والله السياحه انا الكثير يسالوني صراحه عن السياحه في اليابان و يعني انا دائما اقول حق الناس انه لازم تروح على الاقل مره واحده. هذه تجربه ما تتطوف وراح تشوف شيء جديد، راح تشوف شيء ما شفته. نعم، هل هي ثقافه مختلفه؟ هي ثقافه مختلفه وهذا السبب اللي يخليها يعني مكان انت لازم تجرب تروح لمرة واحده اذا امكن طبعا. فانصح الكل في ثقافه مثلا عندنا عاديه ما يتقبلونها اليابانيين مثلا؟ في اشياء وايد عندنا ما يتقبلونها اليابانيين ولكن هناك في نظام انت ما يعني ما يخليك تطبق ثقافتك، مثال بسيط احنا مثلا مثلا انت عندك اي شغله بطل ماي ولا هذا في اماكن كثيره انك ترمي فيها بطل ماي هذا بطل يعني اي وفي عندك متوفر لك اماكن كثيره، هناك مو بس الاماكن قليله ايضا مفرقه ولازم تلتزم اذا اذا ما التزمت في احد موجود وراح يكلمك شغلات مثلا بسيطه هاي أه شغله انا حاشتني يعني انا صار واستغربت واللي انا كنت عايش باليابان وقتها يمكن اربع سنين القطار أه أه اول ما تطلع من القطار اللي هو الطلقه الشين هذا القطار يمشي بالوقت بالدقيقه ناس ما قال الاستاذ سعد لما تطلع من القطار نظامهم شنو؟ يون عمال التنظيف وينظفون القطار هني ممنوع لك انك ترجع حتى لو نسيت شغله اذا نسيت شغله تكلم مفقودات اي تكلم مفقودات انت توني طالع انا صارت فيني طلعت ونسيت تذكره فرجعت باخذها على طول يعني واحد وواحد ما يشتغل ياباني عادي يعني وقال لي ما يصير ليش تسوي كذي ففي عندهم يعني شيء اتوقع راح نرجع حق موضوع ان احنا مو ثقافتنا ان اعطيك يعني تقريبي اعطيك بشكل عام اعطيك الخلاصه هذه راح تسبب ممكن بعض المشاكل او ما راح اقول مشاكل راح تسبب بعض التصرفات اللي انت راح تستغرب من رده فعل مثلا اليابانيين او انت يعني ممكن تسوي شغله ما تدري انك تسوي شيء غلط عندهم بس راح نرجع حق ايضا موضوع تكلمنا عنه واللي نظرتهم الى الثقافات الاخرى ودائما يتقبلونها بنفس الوقت هم ابعاد عنها فراح يتقبلون راح يقولون هذا اجنبي وعادي فالاجنبي يسمحون له يسوي كل شيء لأن يدرون انه هو مو من اهل الديره هذه شويه تخليه هو يعني ما يستوعب بشكل كبير اذا مثلا سافر مره واحده ما راح يستوعب انه مثلا ركب خطا أو... أنا... اي ومو بس كذي ايضا ما يفهم ليش يعني ايضا الثقافه نفسها مم. ممكن ما راح يعني يقدر يشوفها كلها في عمق صعب انه هو يتطرق له بسبب احترامهم خلينا نقول نظرتهم لانه هو مختلف وانا يعني راح اسامحه انه يسوي كل شيء لانه غير عني وايضا بنفس الوقت اعامله بكل احترام، ما في اي يعني بس احنا نخاف من ها... هذه الملاحظه نخاف انها ممكن تشجع بعض السياح <تصفيق> <تصفيق> على التمادي ان انا غربي انا مثلا غربي فممكن اسوي اشياء <applause> هذه المشكله عندهم وبعض المشاكل ان بعض الناس يروحون كانه نوع من التحدي انا رايح افرض ثقافتي انا رايح اكسر هذا النظام لاني مو مقتنع فيه مم. فانا عادي ما يتكلمون بالقطار انا بتكلم بالقطار أيوة هذا لا ما يصير هذا قله ادب يا غريب كن اديب ثانيا انت دائما تعكس صوره بلدك او الدين اللي انت منه فلازم تعكس صوره محترمه يعني بالغطر. عن عن المنظور اللي انت القادم منه يعني هم يستغربون يقولون لي مثلا يناقشوني يدشون بجدال احيانا يقولون لي ليش ما اتكلم بالقطار؟ انا من حقي أن اتكلم بالقطار طيب انت عندك مفهوم هنا مثلا بالمكتبات مثلا بالمساجد احيانا في اماكن احنا عندنا مقدسه فيها الهدوء احسن الياباني تقبل ان القطار ينظر له في هذا نفس هذا المكان انه هو مكان هادئ لان انتقال الناس من مكان لمكان بعد ضغط العمل محتاجين انه ياخذ بريك خاصه القطارات اللي تكون داخله يعني في وايد ناس ينامون بالقطار ايضا بالضبط يعني دقيقه دقيقتين مو معقوله ما, ما شاء الله يعني بعض الناس تطلع السالفه كلها بهالدقيقتين على موضوع النوم بالقطار يعني هذه انا اشوفها قدره خارقه عند اليابانيين ويصحون بنفس المحطه يصحون يصحى بمحطته وينام ويعني تشوفه تقول انت <applause> الدقائق حتى مكوكه داخل الجسم اتوقع من النظام يعني شيء يعني غريب مو جدا مو يعني. مو <applause> حاولت فتره من الفترات اني اطبق هذا شو اسمه لكن ولا مره وصلت المحطه اللي ابيها يعني كلها اي لا لا, يفع. لا لا احنا احنا ما ينفع معانا يعني صدقني راح اطوف محطتك لا تجازف مشكله المشكله يعني, <applause> المشكلة يعني, المشكلة يعني الياباني مبرمج على توقيت المدينه صحيح وبعض الثقافات اللي تزور اليابان مبرمجه على توقيت الأرياف، صح بحيث ان بحيث ان الريف توقيته عاده يكون في يعني مرونه اكثر من ال... هذه ما تسبب مشاكل لاهل لل... لل... الريف لا تسبب مشاكل للسواح اليابانيين ممكن اذا كان الانتقال ممكن مثلا بطوكيو مثلا لما اروح لطوكيو او اوساكا كمدينه فعندي مساله المواصلات تم السائح اكثر شيء فعندي مرونه بالمواصلات عندي شينكانسن عندي جي ار عندي صبوي عندي قطارات عندي الترام عندي التاكسي عندي سياره الاجره يعني ككل يعني في الـ الـ الارياف غالبا المواصلات تنتهي مع غروب الشمس يسالون الناس ليش يعني مدينه سياحيه وكذا لان هو العامل نفسه هو ياباني هو فرد ياباني فتلقاه يشتغل من الصبح لحقنا يرجع لاهله فتلقاه الساعه 5 تنتهي المواصلات الباصات السيارات الاجره القطارات تكون محطه واحده وتكون تاخذك برا القريه يصير هني الـ الـ الصدمه ان يكونون مثلا موجودين خارج الفندق بمكان مقطوع ويقول لك انتهى المواصلات مم. ليش ما عندهم مواصلات هذا فارق كبير بين الريف وبين العاصمه اللي تلقى المواصلات عندها بشكل كبير شغاله هذا اختلاف للسائح يواجهه الياباني يدرك هذه النقطه ان لان انا ياباني وهذا اليابانيين وعايشين وهم يشتغلون بس السائح ما يفهم ان انا الحين بقريه وسياحية ليش كل شيء يتسكر فجاه ليش بالعاصمه مثلا لا صحيح لان عندهم هذه النقطه ان السائح مو قادر يفهمها ان هم كقريه هناك موجودين المجتمع هو نفسه اللي يشتغل هناك. أه أه بس تعقيب على الريف لان انا سكنت بالريف مده سنتين وملاحظه يعني ممكن تكون مو مهمه وايد بس انه احنا تكلمنا انه والله هم قراب مثلا العرب او الكويت اليابانيين اقرب من بعض الى الغرب ف الريف الياباني ترى هو اقرب شيء الى ممكن العرب او مم. الى الخليجيين. اه فيه مرونة شوي. لأن في مرونه شويه. لانه في مرونه تقريبا ترى كل شيء قلناه ما راح اقول يقتصر على طوكيو واساكو والمدن مم. الكبيره ولكن يكون شديد في المدن الكبيره ويكون صح أخف. يعني اخف بشكل كبير ومن اللي انا عشته هناك كانوا تقريبا يعني آه، عندهم مثلا المواصلات ما في قطارات كل سيايير تقريبا نفس نظامنا. وكانوا ايضا مرنين بالسوالف تحسهم يعني ماخذين راحتهم لما يعني مو اللي كل شيء بالدقيقه وكل شيء على السكجول فهذه من احد الفروقات بعدين رحت عشت بمدينه انصدمت ان لما ابي اطلع مع اي احد يوريني السكجول بوك ماله ومربعات تعرف شلون الرزنامه وكلها مكتوب عليها متروسه وشيل تلقى مربع فاضي كذي بروحه مم. يقول لي هني بالليل فيعني شيء غريب بالريف و... و... مختلف مو كذي فالريف اقرب الى الكويت شاكر لك شاكر لك الدكتور ابراهيم على هذه الافاده الجميله مشاهدينا الكرام كنا في حلقتنا هذه حاولنا ان نغطي قدر المستطاع اسباب تطور اليابان ومدى اختلافها وقربها من الثقافات العربيه عموما والكويتيه خصوصا حاولنا ان نغطي في يعني ولو جانب بسيط من هذه الثقافه كان كان ضيوف الكرام من المتخصصين والمهتمين جدا في الثقافه اليابانيه واستطاعوا ان ينقلوا لنا فكره عن مدى هذا التقارب الثقافي بين العرب بشكل عام واليابان بشكل خاص. شكرا لكم ضيوفي الكرام على هذه قبول هذه الدعوه دكتور ابراهيم الحليل كذلك الاستاذ الفاضل الاستاذ سعد الهاجري على قبولك لهذه الدعوة وهذا الإفادة وشكراً لكم مشاهدينا الكرام ونلتقيكم في حلقة قادمة